في 7 من شانغان عم نحكي عن سياره سيدان حلوه كثير بمواصفات مهمه رح نتعرف عليها بعد لحظات باوتو فوكس. خلوكم معنا. مرة جديدة عم بيصيرنا نستقبل مسيور رالف حيدر من راس موتور كو ممبر اوف راسامني جروب اوف كومبانيز. كيفك رالف؟ كيفك جوز؟ اليوم انت سيلز مانجر لشانغان. شانغان اليوم عم بتلاقي تطور كثير كبير بمستوى البيع خاصة بالعالم وبلبنان. بلبنان بالذات فترة قياسية صرتوا عم بيعوا عدد كثير كبير من السيارات. صحيح جورج. شانغان اليوم هي شركة سيارات تأسست عام 1862، نمبر 1 سيلينج براند بأكبر سوق سيارات بالعالم اللي هو تشاينا لعشر سنين على التوالي، ولس كواليتي ايشوز كار كمان لعشر سنين على التوالي لأنه في جودة بالسيارة جدا مهمة. عم نحكي عن براند اسوشيتد بجوينت فانشرز مع أسامي عالمية بالسيارات، هن سوزوكي، فورد، مازدا، بيجو، سيتروين، يعني افضل ما في الصناعه اليابانيه والاوروبيه والامريكانيه كلهم بسياره واحد. من هيك اليوم نحن قدرنا بفضل ثقه الزبونات والتجربه نبيع اكثر من 150 سياره من اخر مره كنا معكم باوتو فوكس. يلا عبال ما تبيعوا 300 من هلا للمره ان شاء الله. وهيدا الشيء مش بس بيعود انه عندنا برودكت منيح، عندنا خدمه ما بعد البيع مميزه، لانه وكيل هالسياره اليوم بلبنان هو راس موتور كو ممبر اوف راسامني جروب، اسم عريق بهيدا الدومين، وخاصه بخدمه ما بعد البيع. بذكر نعم. المشاهدين يعني القطع متوفره دائما باسعار جدا مدروسه. هيدا اهم شغله عم تقولها رالف. عم تشوف كمان شكل كثير حلو للفي 7، لون كثير ملفت ايضا معنا بالستوديو. مضبوط. اليوم الفي 7 هي سي سيجمنت سيدان، عم نحكي عن سياره عائليه بامتياز وسياره اكزيكوتيف كمان بنفس الوقت، يعني سياره كبيره. الملفت بهالسياره بالديزاين انه اتس فيري كلاسي، عندنا كثير شارب ادجز وستريت لاينز، السياره فيري كلاسي بالديزاين طبعا، ما عندنا تعجيق ابدا خاصة بالديزاين الخارجي. عم نشوف الجنوط على الألومنيوم والكروم المطعم بقلب ماسكات البواب، إشارات بالمرايات يلي هن هيتد كمان ما منلاقي بهيدا السيجمنت. منشوف الفوغ لايتس الأمامية مع الأضوية الداكنين من الأمام، أونسيركلاش كروم دايما للأضوية للكالندر وللفوغ لايتس، يعني سيارة عن جد فعلا ديزاينها مشغول بتأني. شاسيه كمان طويل، الويل بيس تبعها حلوة كثير عريضة، فيها ثبات مبين وعالية عن الأرض كمان لطرقات لبنان. نعم. رح نتابع حديثنا معك، ننتقل أكثر على داخل الفي 7. تعال على داخل السيارة، رالف رح يحطنا أكثر بأجواء الأوبشنز الكثير الموجودة بالفي 7. مظبوط. اليوم عم نحكي عن انتيريور لوكسري انتيريور، عم نشوف ديزاين اسيمتريكال يلي هو كثير معروف بالسيارات الأوروبية، بوش ستارت، انتليجنت كيلس انتري، عم نشوف سكرين انتجريتد بقلب التابلو، ديسبلاي واي سي، حتى الاي سي بهيدي السياره هو ديجيتال، مع بيعطي الانفورماسيون على الاكران تبعه. ستارت ستوب انجن كمان. نعم. الفولان nice. هو سبور مطعم بالكروم كمان، اوديو كنترول بقلب الستيرنج ويل، عندنا تو اير باكس كمان مبينين، بنشوف الكروم حتى وجلد بمسكه الفيتاس، عم نشوف كمان البيانو بلاك تريمينج بقلب السياره، الجلد البيج بالبواب، يعني سياره مشغوله كثير بتأني الانتيريور تبعها لتعطي امبريشن لكجري لكجري. فعلا كثير حلو هاللاين، اكيد يو اس بي واوكزيلري كمان موجودين ستاندرد بالسياره مع سي دي، يعني اوبشنز كثير مهمين. عم نشوف كمان هاللاين الجراي حلو كثير، سيلفر وين ما كان موجود، الكروم نعم. حتى على مسكات البواب، على مسكات الفيتاز، فتحات الاي سي وين ما كان موجود، عم يعطيها اليجنت لوك اكثر من الداخل. رح نتابع نعم. حديثنا، ننتقل اكثر عن محرك الفي 7. كثير لفتني رالف صراحة هالشكل الأمامي للسيارة، كثير اتراكتيف واجريسيف بنفس الوقت، عم نشوف فيري شارب ادجز. محرك خبرنا أكثر. محرك اليوم، محرك الفي 7 هو 1.6 لتر انجن يورو 5 مثل كل محركات شانغان، يعني عم نحكي بلو كور يورو 5، مصروف بنزين بجنن، صديق للبيئة وبيعطينا ماكسيموم باور وفيري كوايت، يعني ما بنسمع صوت الموتور نحن وعم نسوق. معزول الكابن من جوا. معزول الكابن والموتور ديجا هو كوايت. عم نحكي عن علبة تروس اوتوماتيكية من 4 سرعات تيبترونيك مع سبورت مود يابانية، عم نحكي 2 اير باجز، اي بي اس، اي بي دي وبريك اسيست، 4 شانل ستاندر اكويبمنت، سيارة سي سيجمنت سيدان، رح نشوف سعرها قد ايه بعدين، فيها تراكشن كنترول واي اس بي، يعني هو السيارة ما بنلاقيهم الا على سيارات جدا غالية. عم نحكي الابواب كمان مجسره من الداخل لحمايه الباسنجرز، 5 ستارز بالكراش تيست، يعني كثير بيعطوا اولويه للسيفتي. وكمان المحرك بحب طمن الزبونات انه 1.6 بالقوه 125 حصان، جدا عملي لطرقات لبنان وخصوصا طرقات الجبل مع الاي سي. نعم. رالف سريعا رح نكون مع سعر السياره، الباكج اليوم قد ايه موجوده فيه سوق السياره، سعر السياره بسوق لبنان.
صار وقت نعرف اكيد سعر السياره بعد ما استعرضنا شكلها الخارجي الحلو كثير، الداخل المميز، وايضا المحرك النشيط. كل هو رالف خبرنا اليوم صار كيف. اليوم الفي 7 سي سيجمنت سيدان موجوده معنا، سعرها 14900 مسجله خالصه بما يشمل التبقه والتسجيل، ومثل ما قلنا جورج كفالة السيارة هي 150,000 من شانغان، ونحن كراس موتور كووكلا للسيارة غير سيرفيس دابريفانت المميز اللي منقدمه، منقدم جارانتيد ريسيل فاليو، هذا شيء نحن ليدرز فيه، عم الزبون بيقدر يعرف قد ايه رح نرجع نسترد منه السيارة من بعد سنة لخمس سنين. نعم. استهلاك تست درايف متوفرة بالتفير. والتست درايف اكيد متوفر، مدعي جميع يسوقوا هالسيارة رح ينبهروا بسواقتها للسيارة، قد ايه الفيلينج تبعها حلو، قد ايه ماكنة ورخمة على الطريق، وهذا فيدباك من زبوناتنا يلي اوريدي عندهم اياها. اسألهم على الطريق إذا شفناهم. اكيد صرت حافظ، نحن سيارتنا كثير كبيره وكل زبون بيسوق شانغان هو دعايتنا الحقيقيه، بنوقفه بنساله، بتعرفوا انه سيارات شانغان حتى بعنا منهم للاجار ماشيين اكثر من 40,000 و50,000 كيلومتر غير غيار زيت وفلتر ونعبيلها بنزين، ما عندنا ولا كونسرن. شكرا رافع كل هالمعلومات، نشوفك بحلقات مقبله، بكره اكيد حلقه جديده وسياره جديده، مشاهدينا على الكام.